إلى يوم الحق المبين. بادي أدبد أرحبوا بالأستاذ الداعية العزيز علينا الأستاذ عبد الله النهاري، نرحب به في مدينته مدينة أحفير. فهذه المحاضرة التي كان من المفترض أن تقام بساحة حديقة محمد الخامس لولا المنع الذي أصدره باشا مدينة أحفير، فتحديا منا قررنا تنظيم هذه المحاضرة هنا في المقر وفي هذه الظروف. نطلب من الحضور الكريم والأستاذ عبد الله النهاري أنهم يقبلوا علينا. كما قلت تحديا منا قررنا تنظيم هذه المحاضرة كرد على قرار السيد الباشا الذي جاء فيه لأسباب لها ارتباط بالأمن والنظام العام. ومن هذا الموقع أقول للسيد الباشا، واش دوك السهرات ودوك الأمسيات ودوك الليالي التي كانت تقام في حديقة محمد السادس، هل لم يعني واش هذوك السهرات داك الشطيح والرديح اللي كان يكون اللي كان يتقام في ديك الحديقه، واش ما كانش يخل بالنظام العام؟ واش ما كانش فيه يخل بالامن؟ ولا غير المحاضره ديال السي عبد الله النهاري التي كان سيستفيد منها ابناء مدينه احفير؟ يعني كان الموضوع هو رمضان والشباب، لكن للاسف منعنا الباشا وقررنا تنظيم هذه المحاضرة هنا في المقر. وبدون إطالة أترك الكلمة للأستاذ الداعية سي عبد الله النهاري، فليتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على الرحمة المهداة للعالمين، وصلى الله وسلم على سائر النبيين والمرسلين، ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعلى التابعين وعلى سائر من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا رب أجرنا من النار، يا رب اغفر ذنوبنا، يا رب استر عيوبنا، يا رب توفنا وأنت راض عنا. يا رب كما جمعتنا هذه الليلة على طاعتك في هذا المكان المبارك، نسألك أن تجمعنا هكذا يوم القيامة مع الحبيب محمد في جنتك. يا ربي انظر إلينا الساعة نظرة رحمة لا شقى بعدها أبدا. الله يرحم والدينا ووالدكم، ويرحم جميع أموات المسلمين. اللهم انصر إخوتنا في كل مكان، اللهم انصر إخوتنا في سوريا، وانصر إخوتنا في فلسطين، وانصر إخوتنا في العراق وفي كل مكان. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، لا ترفع لهم في بلاد المسلمين راية، ولا تحقق لهم في الدنيا غاية، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد صاحب الراية، والحمد لله رب العالمين. الشباب وزيد ورمضان ولا الصيام، هذا العنوان أنا معليش عارف. ما العلاقة بين الشباب والصيام؟ أية علاقة تريدون أن نتحدث عنها؟ ها رمضان وها الشباب، أنا ما غادي نتكلم عنها. أية علاقة تاع رمضان مع الشباب؟ وشنو هي العلاقة اللي ما بين رمضان والشباب؟ رمضان ماشي راجل شهر، ماشي راجل، ماشي سي رمضان، هذا ضيف نتاع ربي، شهر يسميو له رمضان. وغادي يجي عندكم أنتم شبابا وشيبا رجالا ونساء، وهذا الضيف ماشي شايف ضيف في الأرض، لأن الضيف في الأرض إنما يذهب إلى بيت يحب أهله. الضيف ما غاديش يمشي لكل دار يدق عليها، يمشي فين يريح خاطره. والضيف حينما يذهب إلى بيت من البيوت يدخل برزقه زيد ويخرج بذنوب أهل البيت، هذا غير ضيف. هذا الضيف اللي اسمه رمضان لا يتخير البيوت، يمشي عند هذا ما يمشيش عند هذا، يأتي إلى بيوت المسلمين في الأرض كلها، ويدخل إلى تلك البيوت كلها،
ومشي شريت بحال ذاك الضيف ديال بنادم اللي يمشي عند هذا ويديله الهدية والاخر ما يديلوش لان الاخر يبغي اكثر. هذا الخير اللي يجيبه لهذا الدار يجيبه لذيك الدار، لا يميز بين البشر. ولذلك فما العلاقة إذن بين رمضان والشباب؟ ما واش من العلاقة اللي خسرت كل مالي واش من ياسين رمضان واش ما غادي يجي يدير؟ ما الذي سيأتي به رمضان إلى الشباب؟ وماشي غير الشباب، المسلمين وصافي، بغيتوا تركزوا على الشباب والسلام. إذا ما الذي سيأتي به رمضان للشباب؟ واش ما غادي يجي لهم؟ واش ما يجيب لهم؟ واش ما يجيب لهم؟ واش ما يجيب لهم؟ الخيرات بزاف ياك. لو رحت تستقصي خيرات رمضان لما انتهيت. فيه تفتح أبواب الجنة فلا يغلق باب، فيه تغلق أبواب النيران ولا يفتح باب، فيه زيد تصفد مرضة الشياطين فلا يخلصون إلى ما كان يخلصون إليه في باقي شهور العام. زيد فيه منادي ينادي من قبل الله يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. زين زين. وفيه ليلة هي ليلة القدر خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. زين يزيد يلا زيد زيد يحسب هذا زيد هذا. وفيها أن للصائم قبل فطره دعوة ما ترد. وفيه المتقرب فيه بخصلة من الخير يكون كمن تقرب بفريضة في غيره من الشهور، ومن تقرب بالفريضة في هذا الشهر يكون كمن تقرب بسبعين فريضة في غيره. زين. مفطر الصائم فيه له أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا. زين. الداعي فيه لا يخيب. زين. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. زيد زيد يانا ها؟ للصائم فرحة غني يفرحهما، يفرح عند غروب الشمس بتمام صيام اليوم فيفطر ويقول ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، ويفرح يوم القيامة حينما يلقى الله تعالى بالصيام، لأن الله يقول في الحدث في الحديث القدسي الذي يرويه عنه النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به، والصيام والقرآن يأتيان يوم القيامة فيشفعان للعبد عند الله فيلقيان بالحجج بين يدي رب العزة، فيقول القرآن أي رب منعت هذا العبد النوم بالليل فشفعني فيه، ويقول الصيام أي رب منعته الطعام في النهار فشفعني فيه، فلا زال يلقيان بالحجة بين يدي رب العزة. ومن يخاطب رب العزة يوم القيامة حيث لا تسمع للناس همسا ولا ركزا فيشفعان. زيد زيد يلا زيد زيد اذكرنا. كل هذا سيأتي به وغيره مما لا تعلمون. اذا الوصف هو العلاقة ما بين رمضان وبين الصيام، ما هي العلاقة؟ يعني يقول يركوا عرف ما هي العلاقة بين رمضان والشباب؟ رمضان ضيف جاء بكل الخيرات، خيرات الدنيا والآخرة، وهي فرصة ومناسبة لا تتكرر إلا مرة زيد في العام. وإن أصحاب النبي لمعرفتهم لمنزلة الصيام والخير الذي يرد فيه ستة أشهر قبل قدومه يستغيثون ويشعرون ويدعون ربهم ستة أشهر قبل بلوغ رمضان، رب بلغنا رمضان دعوة واحدة. وإذا صاموا ووفقوا للصيام والقيام وانصرمت أيامه كخطف البصر صاروا يدعون الله ستة أشهر متتالية، رب تقبل منا صيام رمضان. فستا قبل رمضان دعاء أن تدرك الشهر، وستا بعد الصيام والاجتهاد تقبل منا رمضان. فرمضان هو جوهر العام. إذا ما هي العلاقة؟ ما عرفتوش؟ هذا المقصد لعلكم تتقون. إذا فعلاقة رمضان زيد مع الشباب واسمه؟
صم. إذا ما سمع الصم تقرب إلى الله. احتفغر رمضان تتقرب إلى الله. احتفغر رمضان تتقي الله. احتفغر الآن زيادة التقوى زيادة الخير. فالتاجر التيس إنما يعرف الأماكن التي تروج فيه السلعة والزمان الذي تروج فيه السلعة ونوع السلعة. وفي رمضان هو زمان لسلعة غالية الثواب فيها جزيل عظيم. والكيس من المؤمنين لا يضيع الفرصة إنما يكون حاضرا لا غائبا يقظا لا غافلا. فكيف يغفل الإنسان في رمضان ويضيع الوقت ويضيع كل هذا الخير كأنه يقول لرب العزة إن ضيفك هذا مع كل الخيرات التي يأتي بها أنا لست ممن يهتم به. ما بغيتوش إذن ما اسمه العلاقة إن شاء الله تعالى ما بين بغينا غير نعرف العلاقة ما بين رمضان والصيام. العلاقة المهمة اسمه هي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. إما أن تكون من أهل الخير والصالحين من شباب الصحوة فقد جاءت أيام رمضان لتستهد قربا من الله ولكي تعوض النقص الذي يمكن قد انتابك طوال أيام العام. وإن كنت ممن قصر فجاءت فرصتك لكي تقلب الصفحة وتغير وجهتك من الانحدار والانحراف إلى تصحيح المسار. إذن اسمه كيسمه هاشي كيسمه 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 العملي يا كيسمه كيسمه العملي توبة كيسمه العملي الشباب كيسمه التغيير. لا إله إلا الله. علاقة رمضان بالشباب هي علاقة اجتماعية معقدة الهدف منها تغيير هذا الشاب وهذا الإنسان بالكيفية التي يصير فيها شباب الأمة صالحين مصلحين غيروا ما بأنفسهم ومن عاداتهم القبيحة وأخلاقهم المنكرة للعادات الطيبة والأخلاق الطيبة. فرمضان مدرسة التغيير بامتياز. رمضان مدرسة الإصلاح بامتياز ومدرسة التغيير بامتياز ومدرسة التقوى بامتياز ومدرسة المسارعة والمبادرة للخيرات بامتياز ومدرسة التوبة بامتياز ومدرسة الاستقامة بامتياز ومدرسة العبادة بامتياز ومدرسة العزائم بامتياز ومدرسة الصبر بامتياز ومدرسة الإحسان بامتياز ومدرسة تغيير. تغيير شو القاعدة واسمه تقول أن الكون الذي تنظرون إليه فيه آيات عظام لكن لأن هذه الآيات تتكرر دائما لا تلفت انتباه الناس لأن الناس أصابهم تبلد الحس من كثرة ما تشوف الشمس تطلع منها وتغرب منها هذيك عادية من كثرة ما تشوف السماء فارجع البصر كرتين ينقلب إليه انظر إلى السماء بغير عمد من كثرة ما تنظر إليها ومن كثرة ما ألفت أن السماء على هذه الحالة فإنها لا تثير عندك أدنى اهتمام. أما من يعمل الفكر ويتدبر في آيات الله فإن التدبر في آيات الله أو قراءة الكتاب المسطور الكون هو من جملة وسائل القرب من الله ومعرفة الله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت إلى السماء كيف رفعت
ولذلك الله شنع على بعض عباده المتبلد الحس فقال في سورة يوسف: وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وقال في صفات عباد الرحمن: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. لو عبد الرحمن هو عبد ربي لا يخر أبدا على الآية صما، هو لا ينطق ولا ما يسمعش، لا يسمع، وأعمى لا يبصر. ولذلك العقاب انتحذ الناس الذين لا يستخدمون وسائل المعرفة، الإدراك والإحساس والمعرفة والعاطفة، ما يستعملوهاش كوسائل للعلم. هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ثم جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، أي أعطاكم وسائل الإدراك والمعرفة، وسائل النظر والاستنباط والاستقراء وملاحظات الآيات لتسخيرها. فاش كسنن من سنن التغيير لا تتبدل. مش عليك اذا انت تتدبر ياك، ما حسب لك النهار كيف كيف، النهارات كيف كيف، النهار كاين الليل وكاين النهار، ولكن يقول لك شوف انا درت كل الليل والنهار ايتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. علاش؟ لتبتغوا فضلا من ربكم، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فيا من قصرت في النهار ففرصتك في الليل لكي تتدارك نقصك في النهار، ويا من قصرت في الليل وعصيت ربك في الليل وعشت الليل كاملا تتفرج على الخلاعة في المواقع أيها الشاب والدرشاط، فإذا من الله عليك بالحياة إلى الصبح فقد أعطاك فرصة أخرى في النهار لكي تتدارك ما ضيعت في الليل. فالليل والنهار مطيتان لك، تحملانك على جناح السرعة إلى مرضات ربك أو سخطه حسب كيفية استثمار آيات الله. أما رمضان مع نيابة الأخرى الليالي والنهارات فالأمر أعظم. فيا من ضيع نفسه في العام في الشهور الماضية، فشهر رمضان يعوضك في ليلة واحدة من أدركها وعاشها بقلبه وفكره وعاطفته، عاشها صدقا وحقا، يكون كمن قام لله وصام لله ألف شهر. ويا ربي يتعوذ كي داير، يتعوذ اللي بغصد ربي كي داير هالأمة. فلو أنك فرطت في 11 شهر وعشت غافلا عن ربك بعيدا عنه، فإذا أراد الله لك الخير أمد في عمرك لكي تدرك أيام رمضان. ومن أدرك أيام رمضان فذلك بفضل الله ومنته. فكم من عبد عاش معنا العام الماضي وهو الآن محبوس في عمله، رحل إلى ربه يرجو لو أن الله أعاد إليه الروح ليعيش نسمات يوم واحد من رمضان 1434، لكن أنى له ذلك. رجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترات. كلا كلا، كمل صالحك. انت من عليك الله وعشت، عشت يا سيدي، عشت عشت، تفتح لك البيبان تاع السماء. الله، كما واحد السيد مثلا نقولوا غير صاحب الدنيا كان يتمشى منا من جهه تنقاد، وسبحان الله واحد القيس يتلاقى مع الملك ما كانش قاعد يدور، تلاقى مع الملك قال له كي راك انت، شكون انت، ولد شي انت، انت ولد كذا مالك. قال له ودي انا ما خدام ما ردام ما والو، وخصني 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 وخصني. قال له شاك ومشى، ملياردير في القصر، ضربه واحده ضربه واحده هذه مع الملك. فمالك الملوك يفتح خزائن رحمته، يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء،
لا يستعظم ذنب المقصرين ولا يستصغر خيرا يقدمه احد الصالحين. من فطر صائما ولو بشربة ماء او مذقة لبن او شق تمرة يعطيه الله اجر مجاهد صائم. ربي 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 يا الاجر كي داير يا الاجر يا الاجر يا الاجر. اذا فمشكلة الانسان هو تبلد الحس. يلا اخويا تبلد الحس منين جاي؟ ما هو سبب تبلد الحس؟ واسمعوا اسمعوا العادة. العادة ولا تحولت والعياذ بالله كل حاجة إلى عادة. اسمعوا تولي إلى احتد ولا عادة تولي رسوم وأشكال. صافي شكون اللي خلى هذه الآيات ما نحسوش بها وما نفكروش فيها؟ علاش؟ لأننا ألفناها عايشناها ولات عندنا عادية. إياك أن يصبح رمضان أيضا مناسبة زين انت عادات المتخلفين من المسلمين. جا رمضان يا مات الحريرة، جا رمضان يا مات البغرير، جا رمضان يا مات واسمه المسلسلات. راه التلفزيون راه موجد لكم ان شاء الله عند الافطار شي مسلسلات تموتوا بالضحك. فتتحول ايام الخير عند المسلمين الى ايام زيد لتكريس عادات الانحطاط التي الفناها طوالا. فيأتي رمضان يقول لك تغير. كنت تغير ما تاكلش في النهار اللي كنت تاكل 11 شهر. ربي على تغير. ما تنعسش في الليل. كنت بعمره صليت الفجر اتصلي الفجر. تغيير في نمط حياة الشاب فرضها الله وفق اوامره التي امر بها في رمضان صياما قياما احسانا قرآنا. ربي بغى يغيرك بالسيف عليك فرض عليك نمط نتاع التغيير باش يقول لك ايوا فيق شوية مالك انت تولفتي غير هذه الطريقة ديال المعيشة يا ابن عمي انت هو اللي غادي تجاهد. جات الوقيتة اللي يقول لك عليكم بالنفير الى القدس. متى تكون مستعدا لتنفر الى القدس لكي تقاتل عند اكناف بيت المقدس ايها الشاب المسلم؟ هذه المعيشة هي اللي تخليك مشدود الى الارض؟ لا 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 مش الصيام نوم بكري ما تنعسش ما تاكلش الجوع العطش الصبر اراده تقوى مراقبه الله خوف من الله اخلاص. الله زاد هذا زاد زاد في طريق شباب المسلمين لتغيير العادات. سيدي ربي منين نبغى يربي الصحابه واسمو دالهم قالهم يقولوا لا اله الا الله. يا ودي العادة نتاع القبيلة ونتاع القبائل كتقول الآلهة آلهة كثيرة فكيف نجعل الإله الإله آلهة؟ كما قالوا ونجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. هذا حاجة جديدة. احنا خليونا كنا سيدي نعبدوا الاصنام مالكم انتم ما تجيبوا لنا حاجه جديده سيدي جيبوا لنا هذا الدين الجديد. احنا بواتنا كانوا الحمد لله يديروا الوعادي ويذبحوا على الحليمه تاع كاكوشت وعلى المرجيه واللي بعدها شنو ولد على مالكم انتم ما جبتوا هذا الدين الجديد كسرت لكم انتم ما تتكلموا على هالشيء. خليكم هكذاك كما بواتكم. هو لو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. تبلد الحس تبلد الفكر لأنهم ألفوا عادات عايشوها وعاشوا عليها فنقلهم إلى أمر يحتاج إلى زلزلة إلى زعزعة في الوقت في الأوامر في كل شيء. سيدي ربي سيدي ربي سيدي ربي. فما الذي حصل في رمضان ليزلزل به الناس ويبدد عنهم ما يسمى بي بتبلد الحس؟ واسمو الحاجه اللي بقات في رمضان واسمو هي؟ اقول اسمو الحاجه اللي غيرت الدنيا في رمضان وزلزلت
البشر كل شيء في رمضان. واسمه هي؟ قول لي واسمه هي. يا مالكم قول لي واسمه هي. اسمه هي. انا مش داري اقول لك وكذا باش تجاوبوني. اي باش تجاوبوني. واسمه الحاجه اللي وقعت في رمضان؟ اسمه هي. التقى امين الوحي في السماء بأمين الوحي في الأرض على قمة جبل النور في مكة في غار حراء. بعد أن كان محمد صلى الله عليه يلتمس من ربه وهو يختلي به وحيدا بعيدا عن ضجيج مكة، كان يتوسل إلى ربه بدعاء غير مسموع، إنما هو بث من قلبه يتمنى لو أن الله أكرمه بمنهاج يستعين به لتغيير عادات قبيلة قريش التي تعبد الأصنام وتسجد لهم ويضرب القوي الضعيف فيأكل الربا ويزني ويفعل ويفعل. احتاج أنا ما يمكنليش أنا نعيش معكم هكذا. الزينة كاين، الظلم كاين، الربا، الناس تعبد الحجر، يكفيك الحال. كاين اللي يخدم الصنم باش بالتمر وكيجوع ياكلوا ياكل ربو. تخيل ترى العقليه كي دايره. تخيل سيدنا عمر قال لك الله يحفظ الستر كاش مخترط، حنا نصنعوا الصنم ونمشي ونسافر ونبقاو ان شاء الله نصليوا للصنم فوق البعير دوها. وكيجوع يشوف فيه يشوف فيه ويضرب لالا كلا ربو. وما عندوش العقل. واش الانسان اللي ياكل ربو هذا عندوش عقل؟ ما بقاش عقل، عطل العقل يا عطلو عطلو. اذا واش موقع؟ واش موقع في الكون؟ شهر رمضان الذي انزل فيه القران. يا رب القضيه قضيه منهاج اصلاح البشر، ربط الخليقه بالخالق، ربط العبيد بالمعبود، ربط الأرض بالسماء، ربط الطين بالروح. الله 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 الله. ينزل ويضمه حتى يبلغ به الجهد ويرسله ويقول اقرأ تعلم يا بدي يقول شكله على مشعل بصلاج بعدين نقول هيا. انا اتعلم يا العفريت، تعلم يا راس الكابويا، تعلم يا الشاب. بغيت ربي يمكنك وانت يا امي. يجوا الشيعه يقنعوك، يجوا العلمانيين يفسدوك، اي ناعق يلعب بك وانت صاحب الوحي. مالك؟ اقرا. يقول ما انا بقارئ. هل هذه حجه يتحجج بها الناس؟ انا لم ادخل جامعه ولا مدرسه ولا رياضا، انا عشت في مكه ليس فيها جامعات، انا لا انتمي الى حضارات المعرفه كالروم واليونان، انا عايش في ام القرى ما كان لها مدارس ولا. هل هذه حجه؟ انا عايش في اغبال، انا عايش في دوز، انا عايش في تغجيرت، انا عايش في ولاد سليمان، أنا عايش في جارة، أنا عايش في ولاد عبد الله، ما كاش فيها. هذه حجة؟ هذه حجة؟ ما عندناش فين نقرأ، ما عندناش فين نتعلم، هذه حجة؟ أنوض وافتح الجامع وحولوا إلى مدرسة، وإذا حيل بينك وبينها فافتح بيتك واجعله مكانا تجتمع فيه مع الشباب لتعلم دينك. ويحك ويحك ويحك. ما انا بقارئ. ثلاث مرات وفي الاخر اقرا باسم ربك الذي خلق. خلق الانسان من علق، فكما يتدور الخلق في الرحم من نطفه الى مضغه فانت تتدور بالقراءه مرحله بعد مرحله. وإن ظللت هكذا فقد غيرت سنة الله في الخلق، لأنك في بطن أمك كنت تنتقل من مرحلة إلى مرحلة أعلى، فالله كما طورك في الرحم قبل أن تخرج بشرا سويا إلى الحياة، فإن
تطويرك ينبغي أن يستمر بعد خروجك من الرحم، وإنما يستمر تطويرك بأن تقرأ باسم ربك. الله أكبر. يا لصورة يا لصورة يا لصورة، يا لعلم يا لعلم يا لحكمة يا لحكمة. ثم زاد، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان، اقرأ وربك الأكرم. وهي الآية الوحيدة التي استعمل فيها الأكرم صفغة التفضيل. فالله كريم وكرمه واضح، لكن أعظم الكرم هو أن يتعلم الإنسان. يقول سيدنا رب سبحانه وتعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ربي العظيم يقول باللي العلم هو الفضل الأعظم وهو الكرم الذي لا يدانيه كرم. يعطيك الفلوس، يعطيك الصحة، يعطيك كل شيء، ذاك الشيء مزيان، لكن كل تلك النعم بلا علم تبقى بدون موجه. فبقاء العلم مع بقاء النعم، أي عندك العلم الذي به تحكم في النعم وتسخر النعم لسعادتك في الدنيا والآخرة. أما إذا كانت لك النعم كلها بغير علم فإنك عياذا بالله تتصرف فيها تصرف الأهوج بشهواتك الهابطة حينما تعطل العقل. اشتقوا يا علاش كانت تغير، علاش كانت تغير، علاش؟ الله، اسمع اسمع، الله الجليل أعطى دشين دشين. شتو الملك من يدشي؟ من يدشي يجيبوا له واحد يديك واسمه دشين. دشين شي حاجة، سيدي ربي دشين ولله مثلا واسمه دشين. مشروع إصلاح البشر بإصدار أمره المطاع إلى أمين الوحي في السماء جبريل، لكي يشرع في ظرف 23 عام ينزل القرآن منجما مفرقا على قلب النبي ليبني أمة تحمل النور إلى العالمين وترد شروط الخلق إلى رب الله أجمعين، إلى رب العالمين أجمعين. الله أو يا ابن عمي. فعلاقة رمضان مع الشباب علاقة تغيير يفرضها، واسمه يفرضها، ما أنزل الله فيه وما أمر الله فيه من إصلاح للبشر. أي حركية زيد شاملة في الأرض كلها ليرتبط أهل الأرض بأهل السماء. فلا صلاح للأرض إلا إذا ارتبط أهلها الذين يمشون على أديمها ويأكلون من خيراتها إلا أن يرتبطوا بمن خلقهم عليها وأكرمهم عليها من نعم. فلا ينبغي أن ينسيك التراب ونعم التراب الذي أنعم بهذه النعم عليك. اذكروا نعمتي التي أنعمت، اذكروا نعمتي علاش لكي تذكروني، اذكروني اذكرها. ولك سنة بقى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما ولعلكم تشكرون، تشكر على هذه النعمة، نعمة الهداية. إذا إن شاء الله ربنا يعطيكم الآن تمهيد المقدمة، وعرفتم لي علاقة الشباب إن شاء الله تعالى مع رمضان هو علاقة تغيير العادة السيئة التي ألفتها طوال العام، والمقصود أن تتغير إيجابيا. قال إن شاء الله نبقى نتعاون معكم إن شاء الله دروك على أنواع التغيير المقصودة في شهر رمضان. يلا نبدأ إن شاء الله تعالى، واسمه التغيير الأول إن شاء الله. يلا أصلا كان تغيير، كان تغيير على مستوى الفرد، كان تغيير على مستوى الأسرة، كان تغيير على مستوى المؤسسات، كان تغيير على مستوى المجتمع، كان تغيير على مستوى الدولة، كان تغيير على مستوى البشرية كلها. أوه كل شيء هاد شيء. نعم ربي 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 ربي، هذه كل واحدة خصها محاضرة، خصنا نديروها في رمضان كل نهار نجيو نديروا شوية. انتم فاحفير ملي ما خلاوناش وخلاوناش وقوجي واش كاينة ولا ما كايناش، واش نديروها ان شاء الله نديروها صافي. نبداو ان شاء الله تعالى التغيير الاول على مستوى الفرد. فما هي أجل هذه التغييرات التي طرأت على الفرض في هذه الأيام قديما وحديثا وستبقى إلى يوم القيامة؟ ما بقي عبد يقول الله الله،
قول لي واسمه يا الاولى واسمه تغير لي واسمه يقول لي واسمه يا تغير لي انا قلتها لكم واسمه هي تغيير على مستوى الفرد على مستوى الاول على مستوى الفكر والتصور رب 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 والتغيير على مستوى الفكر او التصور او الثقافة هو على عدة مستويات. المستوى الاول تغيير على مستوى الثقافة والفكر والعقل. ايه واسمه هو واسمه التغيير الاول اللي يخصك ان شاء الله يدفعك اليها الصيام دفعا لكي تتغير. حاجة الاولى اللي كيف تغيير فكري واسمه هو ازيد 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 تحديد مرجعية الفكر والتوجه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة. من أراد الهدى فلا هدى إلا في الكتاب. من أراد البينات فلا بينات إلا في الكتاب. من أراد التقوى فلا تقوى بغير الكتاب. من أراد تزكية فلا تزكية إلا بالكتاب. من أراد العلم فلا علم إلا انطلاقا من الكتاب. ورب تحديد المرجعية يا الله فيصطلح الناس في رمضان مع القرآن. لكن اصطلاح شكلي يسمعون ولا يفقهون. فما ارتفعوا إلى مستوى ما يريد ربك من تغيير حينما افترض صيام نهاره وقيام ليله نافلة. ويا سيدي ربي يا سيدي ربي يا سيدي ربي. ولذلك فنحن نعيش في عصرنا واسمه نعيش واسمه العصر. تعال الوقت تحديات على مستوى مرجعية الأمة. جاء رمضان باش يذكرنا قلنا الأمة إذا أرادت التمكين وأراد التربية جيل صالح أي خصان عما سيدي تعتمد فاش في التصور في الفكر في المناهج في برامج الإصلاح على مستوى التعليم على مستوى التربية على مستوى الإعلام. كل ذلك ينبغي أن يمتح من القرآن والسنة. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي أي أن يضبط بضوابط شرع ربنا. يا سبحانك يا ربي يا سبحانك ربي يا سبحانك ربي. سبحان الله. وكل من رفض مرجعية الأمة في التوجيه القرآن والسنة فهو ممن يصدع الله آذانه بقوله فلا وربك لا يؤمنون. يحلف ربي بسميته وخي يدعي أنه مسلم ويصلي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. على مستوى الفرد لا يحل لك عقل علي هدي علي لا يحل لك أن تقدم على قول أو فعل أو سلوك أو حتى خاطرة أو حتى هاجس حتى تعلم حكم الله فيه مسبقا. أو يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا الضبط كي داير يا الضبط كي داير يا الضبط كي داير. احنا ايش كيقولولنا الناس ايش كيقولولنا الناس يقولولنا زيد يا سيدي زيد اسمي يقولولنا ايش يقولولنا ايش كيقولولنا ايوا علينا زيد ان نعلي من شأن ما يسمى بالمرجعية الكونية. القرآن قديم فهاد الزمان تاع الرجال قوامون على النساء والتعدد والإجهاض الحرية الجنسية زيد زيد واسمخر واسمخر الشواذ والاعتراف العلني لحقهم في ممارسة ميلهم الجنسي كما يشاءون والإفطار العلني في رمضان وحرية المعتقد التنصير والتشيع الملعون تشيع الملعون. شوف يا سيدي شوف شحال من فتنة الآن من اللي راهم يضربوا لنا الآن في المرجعية شحال كاين فتنة حسبوا لي شحال من فتنة ديروا لنا الفتن إن شاء الله الفتن تاع خارج الإسلام اسمه التنصير الكفر النفاق يا وزير خارج الإسلام اسمه التنصير
الكفر، النفاق، التطبيع، التهويل، زين؟ ها؟ خلوني هذا غير من ناحية تاع 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 المرجع تاع الدين تاع الكفر. إساءة الرسم. أي نعم هذاك هو الردة. التشيع. التشيع. شوف هذا غير على مستوى المرجعية. هذا كل شيء لا ينطلقون من مرجعية القرآن، وخا يقول لك أنا مسلم. وخا يقول لك أنا مسلم. علمانيون مجرمون سفلة. لا يستطيعون مواجهة، ما عندهم الشجاعة الأدبية لمواجهة الأمة. ويعلنوا صراحة للأمة بشجاعة أنهم يقولون بلسان حالهم ووقعهم أن القرآن مر زمانه ما نحتاجوش. في مصر حرب على المرجعية يوم 30 يخرجون هكذا، وقد تميز الصفان ما يسمى بحركة تمرد، تخرج للعلن تقول لا للإخوان، لا للإسلام، لا للشرعية، لا للشريعة. واضح. أردوغان في ساحة تقسيم خرج الناس بدعوى أنهم إنما يحتجون حول إعادة هيكلة هذه المساحة، لكن ما الذي يدفعهم يرفعون شعارات هناك؟ زين يا حسين يا حسين، وش جاب حسين الحديقة؟ وش جاب يا حسين؟ ما بقاش يا ربي يا حسين، ولا حسين الرب، حسين رضي الله عن سيد شهداء أهل الجنة، ولا هو الرب؟ بئس ما تقولون. نقلتم عياذا بالله عقائد المجوس، واتفقت إيران والصهاينة والغرب لكي يكون تاريخ 3/6 هو موعد إسقاط 4 من زين أنظمة أرادت أن تعود لمرجعية الإسلام في الحكم: تونس ومصر وتركيا وحماس. وقد أعلنوا عن ذلك، وقالت ليفني صراحة وزيرة الخارجية السابقة في حكومة إهودا باراك، قالت إن العالم من حولنا يتحرك في اتجاه العودة إلى الإسلام، فلا ينبغي أن نظل مكتوف الأيدي ونحن نرى أننا مهددين استراتيجيا مما أفرزه الربيع العربي الذي تحول إلى ما يشبه الشتاء بالنسبة للصهاي. شتاء خريف. شتا سيدي شتا 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 جا رمضان باش يقول لك ما تبقاش تسمع القرآن وتدير هاك، ولا يقرأ عليك القرآن تقدم الله 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 وتدير راسك هاك. هذا تعامل المخدرين. أعد 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 بحال ما يتكلم عليه مع كلثوم. أعد يا شيخ أعد أعد يا شيخ، نجي نعطيك شي سقلات باش تفيق واصبر. يقول لك ربي، ربي يقول لك يا أيها الذين آمنوا افتح مسامع قلبك فأنت المخاطب من قبل ملك الملوك. قال ابن عبد أم ابن أم عبد عبد الله بن مسعود رجل القرآن: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فافتح مسامع قلبك قبل مسامع أذنيك، فإنما هو أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. أعد أعد الله الله يبقى يطول ويعاود وينشد والنشوة. اقرأوا القرآن بحسن وتباكوا، فإن لم تستطيعوا البكاء فتباكوا. اقرأوا القرآن وابكوا، فإن الله مدح أقواما فقال: وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، فكلما مر عليها أحد العارفين سجد فقال: رب هذا السجود وأين البكاء؟ ابحث عن قلبك عند سماع القرآن، فإن لم يرتجف ولم يتحقق قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، فاعلم أنه لا قلب لك، فاشتري قلبا من السوق لعله قلب ثور في المجدرة. على مستوى المرجعية احنا في العالم العربي الإسلامي لم نحسم على القضية تاع واش الدستور ينص على ان المغرب دولة إسلامية ولا لا.
هذا عندنا مشكلة. العلمانيين زادوا واحد المادة في الدستور واسمه والحرية كما هو منصوص عليها فين في القوانين الدولية. هو ضرب هذا بهذا، إلا ضربوا الإسلام ينوضوا الإسلاميين يقولوا دستور، ولا نطعد واحد على الحرية يقول لك هذا في الدستور، داروا لنا القنابل في الدستور. احنا يرضينا في المغرب باش يكون عندنا دستور يقول لهذو انتم عندكم الحق وانتم عندكم الحق. خلونا احنا نغليو وهما يديروا اللي يبغاو وحنا يحكمونا وهما ما يتحكموش. هما عندهم واسمو عندهم هما عندهم غطاء خارجي سياسي اقتصادي لوبي. انت ما عندكش انت حتى خدك العلماء اللي كيتحملوا امانة الدين والمحافظة على المرجعية جبناء. يا الله جبناء يساووا الى المرجعية ويخرسون، وسأسائلهم يوم القيامة عن سكوتهم. يخرسون، لا حول ولا قوة الا بالله. قل لله يرحم والديك. الحرية أحفر يجيو هنا الشابة الزوالية ويجيو الوجدة ويعطوهم الأماكن المخيرة ويفوتهم في التلفزيون ويديرهم الإشهار. والنهار ممنوع في المغرب بالجوامع واخ لا الدروس، ممنوع حتى يمشي يدير درس على رمضان والشباب في واحد المقر عمومي. وأنا خدام في الدولة، أنا موظف بذاتي، أنا بذاتي موظف، أنا بذاتي ولد الدولة وخدمت في الداخلية، خدمت في وزارة الداخلية في عفير. يا سبحانك يا جليل يا أمي انتي، أنا ما فهمتش فهموني. كاسكو سيكسا كاسكو سيكسا المغرب كامل والله ما راك دايرة عنه. ياك هذا حزب العدالة والتنمية وهذه حركة وراهم يحكموا. يا امي انت حزب العدالة والتنمية، يا امي انت يا امي انت يا امي انت يحكموا. ما قدرش يوفر حتى الواحد السيد اللي معروف اللي بحركة التوحيد والإصلاح، ومعروف اللي بالقادة تاع حركة التوحيد والإصلاح، ومعروف اللي بالناس اللي بالناس اللي صوبوا المسيرة الفكرية لحركة التوحيد والإصلاح في الثمانينات وكذا، وعارفين كل شيء وكيفاش خرجنا هالحركة من الفكر نتاع الشبيبة وكذا، وكاع معروف التاريخ ديالنا ومعروف كيفاش المحطات نتاع التقارب بين الحركات والعرق اللي عرقنا والعرق. وما انا ما فهمتش انا اقول لهم. ان من شر البلية ما يضحك، شر البلية ما يضحك. فيأتي رمضان فيقول لك شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، فجدد أيها الشاب صلتك بمرجعيتك، وإياك أن تنطلي عليك حيل العلمانيين، إياك أن تذهب مسارهم، إياك أن تفرط في مرجعية الأمة. فإننا نعيش حربا في هذا الزمان حول مرجعية الأمة لمن تحسب. وقد استطاعوا أن يتقدموا خطوة حينما أسسوا في الدستور لما يسمى ببند الحريات كما تراها القوانين الدولية، أدخلوها إلى دستورك. انهزمنا في دستور الجديد ورجعنا خطوة خطيرة، وهم يعملون ويستمرون. وإذا ظلت البلادة هي الطابع الرسمي لشباب الإسلام، فاعلم أننا الخطوة القادمة سنفقد تماما حتى البنت إسلامية الدولة. اسمع لي مزيان واسمعني نقول لك يا شباب، وذيك لقيت والله ما تقدر تدير خطبه، والله ما تقدر تدير درس، والله ما تقدر تدير قلاق الرسول الله كما كانت تركيا اللي قال قلاق الرسول الله يعدم. فالنظام العلماني قبل حزب العداله والتنميه كل من تحدث باسم الدين قتل، يحكم بالاعدام. وفي سوريا دستور سوريا يكفي ان تكون زين تفوت عليك جريمة الانتماء للإخوان زيد واسمع الحكم ده الإعدام. الدستور تاع سوريا تاع العلويين النصيريين الكفرة يكون غير شيعة من خبث الشيعة،
لا يؤمنون بالله ربا، يقول له قل لا إله إلا بشار. هذا الناس هذو هالمجرمين السفلة عنده في الدستور اللي تثبت عليه جريمة أنه ينتمي لتنظيم الإخوان واسمه غام حكم الإعدام. شت فين وصلنا هذا المصيبة هذوين؟ شت نسألوا حتى وصلوك وقلعوا المرجعية نتاع الإسلام، يعني ماشي هي المنطلق نتاعنا؟ تعرفوا اسمه غادي يديروا لك ولا يذبحونك ذبحا؟ اسمعني واسمعني نقول لك وعقل شيء اللي نقول لك، يعني هذا الشيء بعيد عليهم. علاش؟ لأن الشعوب الإسلامية انتفضت وغيرت ما بأنفسها ولم تعد تخاف وتخطت حاجز الخوف، وإن شاء الله هي في طريقها الآن لكي تجني ثمار جهادها لمدة قرن. كم قتل من الدعاة، كم سجنوا في العراق ورموا بالرصاص الآلاف من العلماء، كم قتلوا في إيران، واحد سني ما كايش مسجد، واحد ما كايش في طهران، هي المدينة الوحيدة في العالم ما فيهاش المسجد. كم قتلوا في سوريا، كم قتلوا في مصر، الشهيد عبد القادر عودة، الشهيد سيد قطب، شهداء قوافل في الجزائر، في تونس النهضة، كم قدمت الحركة الإسلامية التي تدافع عن مرجعية الأمة، كم قدمت من شهداء قوافل تلو القوافل. ولذلك كتب الشيخ محمد الغزالي رحمه الله كتابا تحت عنوان معركة المصحف، أي لازلنا لحد الآن نعيش معركة مرجعيتنا، من نكون نحن؟ الناس مشت بعيد، أوروبا توحدت على مستوى العملة وعلى مستوى كذا، عندهم وزير الخارجية تاع الاتحاد الأوروبي، عندهم الكلب السياسة الخارجية، عندهم نعم سيدي، عندهم الحلف الأطلسي، وعندهم العسكري، عندهم المحكمة الدولية تاع لاهاي، عندهم محكمة الجناية. حنا يا مازال لحد الآن في كل بلاد ما رحناش عاد متفخين على وجه، واسمه هي المرجعية تاعنا، واش الإسلام، واش العلمانية، واش حمورابي، واش يا غرطة، واش الشير، واش كسيلة، واش الكاهنة على البربر. كل اللي عادي يحن يقول لكم انتم العرب جيتوا وديتوا لنا الله غادي يجري وراكم، انتم استعمرتونا يا العرب. موسى بن نصير كيقول لك شكون موسى بن نصير؟ استعماري، وسيأتي الزمان لكي نطردكم من أرضنا. أمالك يا وليدي؟ ها شتى وليدي شتى طحت لهم والله ما يوصلوا شتى امشي. ولذلك وعليك الناس كي يجرؤونا مغاربة، يجرؤونا على النبي صلى الله عليه وسلم، يجرؤونا على القرآن، يجرؤونا على الثوابت تاع الدين ديالنا ويفسروه كيما يبغي. فالتغيير الأول تغيير فكري على مستوى المرجعية، ثم تغيير فكري على مستوى اسمه على مستوى الغاية. احنا أمة ربانية خلقنا الله لعبادته، ورمضان جاي يقول لك الصيام هو العبادة الوحيدة في تاريخ البشرية التي لم يجعلها مخلوق لبشر، لأن الناس عبدت الأصنام باش بالركوع بالسجود بالذبيحة، ولكن عمرو ما عبدوا شي صنم بالصيام. الصيام هو الوحيد الذي لم يقرب إلى أحد غير الله. واحد ما قال أنا نصوم لسيدي ميمون، سيدي ميمون يقول له نديلو الشمع، نديلو الدجاج، نديلو المازال كحلة، نديلو هكذا ياك، نديلو الشراوط، ندير كل شيء ونعبد وندعي، نقول له دعي معايا سيدي أنا جيت عندك دعي معايا. كل شيء يديروا يصرفون للموتى عبادة الدعاء والنسك والذبيحة. فهل شاهدتم عبدا من عباد الله يصرف الصيام عبادة لغير الله؟ لا لا أبداً. ولذلك فرمضان كي يدي كل شيء عباد لمن؟ للمساجد. المساجد تصبح المساجد هي مقصد الناس، هي غاية الناس، بعد أن كانوا يملؤون طوال العام المقاهي والسيبريات والسينمات والمنتديات، مرجانات، مهرجانات، موازينات، موسيقى الروحية، مهرجانات بعدد قرى المغرب، ملكة حب الملوك، ملكة جمال الدجاج، ملكة جمال الحمير،
شتو الحمار اللي الدال جايزه كي داير عنده عينيك واحد قلت ملاين ياك تاع بن عمار حمار بن عمار الناس راها تتلاهي امته تذبح وشعب يلعب يتجه الى الانحدار والسفال انظروا الى اعلامه امه تذبح وهو يغني ويرقص وتاتي المغنيه المجرمه من بريطانيا لكي تغني وتتعرى لكي تستهزئ بشعب باكمله وتاخذ المليارات من اموال هذه الامه وياتي رمضان ويقول قف قفوا ان الوجهه ليست مهرجانات ان الوجهه ليست مقاهي ان الوجهه ليست دنيا الوجهه الله وأماكنه بيوت الله والمادة كتاب الله فيصطلح الناس مع ربهم والسيد الحسن الثاني القزابري ليلة القدر 300,000 مصلي 300,000 بيت الله الحرام 6 ملايين بإمام واحد مسجد رسول الله 300,000 500,000 700,000 يأتمون بإمام واحد إندونيسيا 1,000,000 يأتمون بإمام واحد ماليزيا 800,000 يأتمون بإمام واحد شباب شيب نساء رجال أطفال الصيام يقول لك قف إلى أين تذهب كيف يقول سيدنا أين تذهبون اقرأ الآيات قرأ سبحانك يا ربي فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم جبريل ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم آمين وما صاحبكم بمجنون محمد صلى الله عليه وسلم ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون فرقوا غادي غادي المهرجانات غادي تبعين الشيطان تبعين المزمار ديال الشيطان فرقوا غاديين إلى أين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بغيتوا الاستقامة ولا بغيتوا الحويجاج بغيتوا ربي ولا بغيتوا إبليس أش بغيت فيأتي الصيام لكي يقول للشباب توقف وتوجه إلى البيت إلى بيت الرحمن إلى الله كما انطلقت من الله أي من مرجعية القرآن فتوجه إلى الله مقصدا وغاية فأنت رباني منطلقا وأنت رباني بين يديك وأنت في أمس الحاجة الله وليس معك أحد وأنت تقول إن الله منعني أو ربي ربي وتتخلى عن ذلك واش موقع هذاك واش موقع تغيير تعشي كانت 11 الشهر من تبغي تاكل النفس تاكل من النفس تبغي تنعس تنعس ان النفس لاماره بالسوء كي يجي رمضان يتبدل الصائم امير نفسه بغيت ناكل النفس تقول والله ما راكي قال لي انتم ربي قال لي ما تاكلش بغيت نشرب والله على امك ما تشرب بغيت كذا والله على امك وزيت كل شيء بغيت نسرق في البلدية ندي السيارة وندي ليسونس نتاع الاخر باش نوصل مرتي للحمام والله ما راك تديت وهذا نتاع الأمة حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي ويا صحيبي يا حبيبي ويا صحيبي يا ابن عمي وش حخصك من المفتيش والمفتيش وش حيخصه من المختيش وكل شيء بريقل في الورق من يجي اللورة كل شيء نيجا ولا كاين الصفقات والسرقة في البلاد خربت البلاد فيعطي رمضان يقول قف
فالله الذي تصوم له ومنعك عن الحلال فهو يدربك على ترك الحرام من باب أولى. فعجبا لأناس يتركون الحلال في يوم رمضان ويأكلون الحرام، يغتابون الناس ويسرقون الناس ويغشون الناس ويخدعون الناس، ميكانيسيان في رمضان جايب له اللوطو عند الله غير خيط، قال له شريت لك واحد البياسة بسبعين ألف يا الصايم يا ودي مول الحانوت الحليب عنده بحال المخدرات، والله ما عندي يعطيه لصاحبه يحلف الغش. يا رمضان اللي يقول لك عرف بأن الله تعالى راه يشوف فيك وراه يدربك في ترك الإفطار وفي ترك شهواتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهو يدربك من باب أولى على ترك الحرام ذيك هي اللي لعلكم تتقون، أي تجعل بينكم وبين النار وقاية، والذي يؤدي إلى النار هي المعصية فيجعل بينك وبين المعاصي وقاية. ربي 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 يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. كون نزيدو نتكلموا في هذا ما نكملوش، علاش؟ تاع المراقبة زيد، والإخلاص زيد، وتقوية الإرادة زيد، وإحسان العمل، لأن ملشي منين يكون يشوف فيك تخدم مزيان. واحد اللي في الشانطي كيمشي مول الشانطي يدير البلا ويورك عليها، واحد السيد مشى للشمارة البلدية باش يخدم الشمارة، أعطى هذا بالا هذا فاس الاخرين كملوا لهم البلاط والفيسان، قال له اعطيني البلا، قال له غير روح ما كانش صاحبي غير وقفت ما غادي تخلص، قال له لا اعطيني البلا ولا ما نمشيها، عطيت له كاع البلا يا ودي، قال له غير روح صاحبي ما تفحش من جرا راه وياك غادي تخلص النهار تاعك روح. ملي كثر قال له نقول له الله يخليك على شويه البلا، قال له باش نورك عليه انا ما بغيتش البلا باش نخدم، هما داو البلا حسب غادي يخدموا كاع مشاو يوركوا، انا راني محروم بالبلا لان الطوري كامشى. هو علاش بغى البلا وذاك رمضان هو هذا يخلم الناس، حنا واش بدا في رمضان الغش زين والخونة والكذب زين وزيد خرى والنعاس، الموظف بحالي يشخر تمشي عند الإدارة تقول له بغيت نشوف المدير، يقول لك المدير راه نهار البلطو دياله، هو ما كاش البلطو هو النايب دياله داير البلطو فوق الكرسي هو اللي نوعلو سعادة المدير يا ربي يا رب. وهكذا 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 هذا هو اسمه هذا على مستوى النفس القلب اللي غادي يكون فيه خوف الله، مراقبة الله، حب الله، الإنابة إلى الله، الإخبة إلى الله. ومن بعد على مستوى الفرد إذا تغير الفكر مرجعية وغاية ومنهاجا وتغير القلب زيد يقظا خالصا مخلصا محسنا خائفا حييا بربه متوكلا عليه مخبتا له مسلما الامر له، اذا فعل على مستوى الفكر وعلى مستوى هكذا فسيتغير في السلوك، حتما سيتغير في السلوك في رمضان. والسلوك فيه زوج، ما يضبط علاقتك مع ربك وما يضبط علاقتك مع الكون. اما سلوكك الذي يضبطك مع ربك واسمه هي العبادات، ولذلك جاءت الايام تاع العبادات، تصلي الفجر 30 يوم، امره ما صليت الفجر، انت تتدرب على ان تصلي صلاه الصبح في الجماعه حتى تستمر على تاديه الصلاه في كامل شهور العام، فهي مدرسة تدريبية لشباب المسلمين المقبلين على بيوت الله حتى يتدربوا على المحافظة على الصلاة، فلا خير في أمة قطعت صلتها بالله، ولن ينصر الله أمة ضيعت الصلاة، فالصلاة تدعو على من ضيعها بالضياع، تقول ضيعك الله كما ضيعتني، واسمع إلى دعائها، كم من عبد يضيع الصلاة في مشارق الأرض ومغاربها، ومع ذلك يقولوا ربي انصرنا ربي احفظنا، ضيعنا صلتنا بالله فمن ينصرنا.
قطعنا صلتنا بالله فمن يمدنا بجنده ونصره. هذه العبادات. انا قلت غير الصلاة يجي فيها ان شاء الله الزكاة، يجي فيها الانفاق، يجي فيها كل شيء. اما على مستوى الاخلاق يقول سيد النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور ولا عمل به فليس لله حاجة في يدع طعامه وشرابه. واذا سابك احد او شتمك فأعلن له على الملأ لكي تسمع الدنيا وتجثو على ركبتها لكي تقول: اللهم إني صائم. أنرني صائم المنهج بتاع الصائم لا يجهل مع الجاهلين. أنا ما نجهل مع الجاهلين. ابن عمي بتطاكسي يركض في وسط الطريق يقول له لمك ويسب الرب ولا قرأ الدنيا جبر الدنيا. أما منين تمشي عند الزلابية يجي بدل البوشية الجزار يقول له نخرج لأمك المصار. واللي يكون يكمي يقول له هذا رمضان يا لطيف راني من إرضي بعدني أنا صايم. لما سيدنا يقول له قل اللهم إني صايم زعما تحمل وتكون حليم وصبور. هو قال لمك راني قصني قارو لمك بعدني لو كان تقرب لي مشيت. يصوم بالجميل هذا واش راه يصوم ولا يداك؟ ايكو ليكو ليكو سيدي ربي قالك تصوم باش تصبر. ساعة انت تصوم باش تجهل؟ قولوا ما تجهلش، قولوا ما تجهلش. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والنصب. ليه ربي راه محتاجك باش تجوع ولا أغلى درنا لك؟ سيدي ربي محتاجك باش تجوع. ما محتاج لكش باش تجوع يا جدع. شنو الغريب هاي؟ إذا الإنسان يتحمل شوية مع أخوته ويصبر. وأنا كنقول هالناس اللي غادي يصوموا. مالك مدق مع اختك؟ انت مدق مع اختك؟ وما مشيش عندها عام وقول لي تصوم. لا يرفع الله للمتدابرين اعمالهم ابدا ولو صام وقام 70 عاما على قدم واحده. فلا يدخل الجنه قاطع رحم. ويرفع الله اعمال الموحدين كل يوم اثنين وخميس. واذا كان هنالك اخوان متصارمين فالله يقول للملائكة حينما يرفعان عملهما إلى الله ردوا عليهما أعمالهم حتى يصالح. صلى الله عليه وسلم بسخوط الوالدين بسخوط الوالدين وبغيت أنت تصوم اسمع عليك باك الله يا المسخوط الله ما يجعله قال كرني صايم. أنت باك سخط عليك وراك صايم، أمك سخط عليك وانت صايم، خوك خصو العملية ومات في السبيطار وما شدوش. قال لك راني صايم. اختك اديت لها الورث قلت لها اختي انت معليش ما كاينش غير سنيه. واش مول سنيه؟ سنيه هذه غير واحد التوكيله وكذا. سنيه تاع لامن كلاها. جات عندي وحده قالت لي خويا كلاني. قلت لها راه تبان لي عاد تمشي ما كلاش. الحمد لله باقي عاد تمشي. كلا لك غير الضر والورث. باقي عاد انت شي نهار ان شاء الله غادي تصيبي غير القشاش بدياولك. هذا قال لك راني صايم. صايم على من صايم؟ على البطاطا على ما كليت خوك اختك حقوقهم غشيتهم خدعتهم. هذا هو الصيام. لا حول ولا قوة الا بالله. واخيرا في التغيير على مستوى الفرد، اذا تغيرت على مستوى الفكري وعلى مستوى الروح والقلب والنفس وعلى مستوى السلوك فأنت أهل لكي تغير. تصبح شاب ماشي مغير في رمضان، تغير صالح مصلح. واسمه الدين تستغل تيار الخير الذي يهب في رمضان فيدفع الشباب إلى المسجد، وتغتنم تلك الفرصة للدعوة إلى الله لأن النفوس تكون مهيئة لقبول الحق. فلربما صادفت كلماتك الحق وكلماتك الصادقة المنبعثة من قلبك في بيت من بيوت الله، وتصادف قلبا غافلا جاء إلى بيت الله، وإذا بالمولى يغير حياته رأسا على عقب ويتحول من الغفلة إلى التذكرة، ومن الفساد إلى الصلاح، ومن الإفساد إلى الإصلاح، فيصبح مصلحا في رمضان ويكتب الله لك أن الله هداه على يديك وهدى على أيديه خلقا كثيرا. وما ذلك إلا لأنك استغللت فرصة رمضان في نشر الخير وإصلاح الناس والدعوة إلى الله.
هنا أتوقف. راح تقول لي السيد راح يفوت الوقت. يعني الصيام بالنسبة للفرد التغيير الجذري، معناه معناه إذا لم يتغير زين الشاب في رمضان فكريا وإيمانيا وتعبديا وسلوكيا ودعوة وصبرا، فاعلم أننا نجتر الخطى ونراوح أماكننا. ويعني ثانيا أننا لم نفقه مقاصد الصيام، ويعني ثالثا أننا ما فقهنا مقاصد الصيام لأننا لم نعرف ولم نرتفع إلى مستوى ما يريد ربك من هذه العبادات. قضية قضية علم زيد ووعي زيد وعمل زيد وجد زيد واجتهاد زيد ومبادرة زيد ومسارعة في الخيرات زيد واقتناص الفرصة، فالفرصة يمكن أن لا تعود. فغير نفسك أيها الشاب، كلمتي لك في أحفير وكلمتي لكل من يسمعها قبل بزوغ أيام رمضان، أيها الشاب رمضان فرصتك لكي تتغير إيجابيا، لكي تكون إيجابيا ليس سلبيا، مؤثرا ليس متعثرا، فاعلا ليس مفعولا، عاملا ليس كسولا، داعية ليس شيطانا أخرس. فقد كثرت المنكرات، هل يسكت الصائمون على المنكرات؟ كيف يصوم الصائمون وإعلامهم على هذه الحالة وهم ساكتون بل متفرجون؟ كيف حال الشباب في رمضان الصائم وهو يذهب إلى المهرجانات مهرجانات الغناء؟ كيف يمكن للصائمين في رمضان من الشباب أن يجعلوا ليالي رمضان بحال بحال النهارات والنهار بحال الليل؟ ناعسين في النهار وفي الليل لعبوا الكارطات في القهاوي، ما يخرجوش بالقهوة والسيبير. هذو غادي يتغيروا؟ هذو يتغيرون للأسفل للأسفل. زد يهودو. وصلى الله على حبيبنا محمد. هل بلغت الرسالة؟ بلغت ولا ما بلغت؟ ولا ما عرفت شنو الصلاة؟ واش بلغت ولا ما بلغت؟ ولا ما عرفت شنو الصلاة؟ إلا ما عرفتش اسمحوا لي. وصلى الله على حبيبنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله شيخنا السي عبد الله النهاري على هذه الكلمة الطيبة المباركة. بعجالة أعطي الكلمة للإخوة الحضور في المداخلات، ونتمنى تكون وجيزة لأن السي عبد الله النهاري عنده انشغالات أخرى والتزامات أخرى في مدينة وجدة، يعني خصو يمشي. إخوان لك كاين شي مداخلات خفيفة ولا ما كاينش مداخلات؟ زعما ديروا فينا واحد الخير والله. ولا تدخلوا في الزهر، إلا تدخلوا ندير واحد ليستا كل واحد يدي 30 سكون. واش واش يلا كنا رقم واحد. يلا رقم واحد هو الشيء غادي تحفنا هذا الزعيم ديالنا الله يجازيه بخير الأستاذ تاعنا الشيخ تاعنا السي محمد. واحد دوزيا الدوزيا. رقم اثنين رقم اثنين رقم اثنين رقم اثنين رقم اثنين رقم اثنين هو السي الاخر. رقم ثلاثة رقم ثلاثة غير رقم ثلاثة وغير رقم ثلاثة صافي كاين غير زوج. يبان لك زيد السي الاخر ها هو رقم ثلاثة. زيد السي زيد السي الاخر هكا السي عطيني واحد الوقت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين. يا الله. أولا وقبل كل شيء نقول للسيد عبد الله النهاري جزاك الله خيرا على هذه الليلة المباركة التي جمعنا فيها الله سبحانه وتعالى في هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة المباركة وفي هذا الشهر المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا العمل. في الحقيقة
مادام الامر يعني ضيق والوقت ما يسمحش للمداخلات وللطول في المداخلات، ساقول واحد السؤال فقط من اجل التذكير، لان كل ما قيل من طرف سيدي عبد الله لا يناقش ولا يسأل. أنا هذا هو السؤال الأول، هو كل ما قيل منذ بداية هذه المحاضرة إلى آخرها لا يناقش ولا يسأل، إن كل ما قيل هو كتاب وسنة. السؤال اللي بغى يسأل الكتاب والسنة وحاجة أخرى، أنا ما عندي حتى شي سؤال ما قيل كونفيرمي، هذه وحدة. السؤال اللي عندي وخارج على هذا الإطار، وهو لما تكلمنا السي عبد الله على قضية المكان اللي كانت غادي تدار في هذه المحاضرة الجردة وتمنعوا، مع أن الحكومة الرئيس ديالها من العدالة والتنمية ويحسب على التيار الإسلامي أو محسوب على التيار الإسلامي، واش هذا رئيس الحكومة ما يقدرش يصدر واحد القرار ولا واحد المرسوم وزاري ويقول فيه الوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية خلي الدعاة يدعو الله تعالى في جميع الأماكن ما دم يمس حرمات البلد؟ واش هذا رئيس الحكومة إذا كان يتحسب على التيار الإسلامي خصو يقوم بهذا العمل، وإلا غادي يكون مسؤول عليه يوم القيامة؟ واش قلت سيدي عبد الله؟ إن شاء الله. وشكرا. الله يرحم والديك بارك الله. شكرا سي ماهي. رقم اثنين أرواح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الشكر جزيل لأخينا وجزاك الله عنا خيرا الشيخ عبد الله النهاري. يعني باسم الكتابة الإقليمية لشبيبة العدالة والتنمية نعلن بداية تضامننا مع الإخوة في أحفير على هذا المنع الذي تعرضوا له من طرف باشا المدينة، وفي نفس الوقت نحمله لتبعات هذا المنع الذي نعتبره خرقا للدستور الجديد الذي يتحدث عن يعني هامش وتوسيع هامش الحريات. بالإضافة إلى أننا نوجهه بدلا من أن يمنع الشيخ عبد الله النهاري ويعتبر يعني محاضراته خطرا على الأمن وعلى الاستقرار، أن يوفر جهوده وأن يوجهها إلى محاربة المخدرات ومحاربة المجرمين ومحاربة القرقوب التي غزت يعني غزت مدينة أحفير وغيرها من المدن المغربية. بالإضافة إلى ذلك، فإن يعني هذا المنع يدعو إلى مجموعة من التساؤلات، في مقدمتها كيف يسمح لكل أنواع المجون وكل أنواع الفنون الهابطة والساقطة ولمغنية أن ترقص يعني عارية وينقل يعني ينقل غناؤها إلى القنوات العمومية، وفي المقابل يعني يحاصر الدعاة المعتدلين والمتوسطين يعني الوسطية الذين ينتمون إلى يعني التيار الوسطي بهذه الطريقة، ألا يعتبر ذلك نوعا من الحرب الذي لا تقوده حكومة بن كيران، ولكن يقوده حسب تعبير بن كيران تيار التماسيح والعفاريت الذين يعشعشون في وزارة الداخلية؟ ألا يعتبر ذلك حربا على الدعوة؟ ألا يدخل ذلك في إطار غلق يعني دور القرآن، في إطار توقيف مجموعة من الخطباء، في إطار تضييق على الأئمة؟ مؤخرا وزارة الأوقاف تصدر يعني مذكرة توجيهية للقيمين الخطباء لكل من له علاقة بشأن الديني بأنه يحظر عليه حضور أي نشاط كان سواء من طرف جمعية أو هيئة سياسية أو غير سياسية إلا بترخيص يعني مسبق من طرف وزارة الداخلية. ثم بعد ذلك هنا أريد أن أستدرك فقط أن الشيخ النهاري حينما يقصد العلماء فهو يقصد علماء البلاط، وإلا في أن في هذا الوطن كثير من العلماء الصادقين المخلصين الذين لا زالوا يواجهون يعني الفساد والاستبداد. وشكرا مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. جزا الله أن الشيخ سيد عبد الله النهاري على هذه المحاضرة القيمة. سؤالي هو بخصوص المنع، لكن أربطه بالجانب التغيير الذي يحمله شهر رمضان المبارك. سيدي عبد الله النهاري، أسألك كيف يمكننا أن نعلن حربا مضادة على هؤلاء اللي نسمهم الأخ يوسف التماسيح أو العفاريت أو غيرهم أو المضادون للإصلاح؟
كيف نستغل هذا الشهر المبارك لنفتح حربا مضادة ضد هؤلاء؟ ما هي المداخل الأساسية لنفشل هذه الحرب التي يعلنونها علينا جهارا نهارا ضد علمائنا ودعاتنا؟ وجزاكم الله خير الجزاء وشكرا. إخوان كاش اللي باغي يزيد يدخل؟ بالنسبة ل بغيت باش نبدا في السؤال ديالي بالنسبة للمنع. الأخ قال بلي بغى يبرأ السيد بالكيرة على أنه غير مسؤول. أنا أقول له رحنا في حكومة مغربية، السيد بالكيرة رئيس الحكومة من حقه باش يصدر قلت مرسوم وزاري ولا قرار ولا حتى ظاهر، يعني كيقولوا له بالتفويض باش يعطي للعلماء ويرخص للعلماء باش يديروا. هنا السي بالكيرة اللي يتحمل المسؤوليه الكامله ماشي وزاره الداخليه، لان شكون اللي يحكم؟ واش وزير الداخليه ولا رئيس الحكومه؟ واش بغينا نقلبوا حنا الموازين ولا؟ بغيت بس سعد الله يفسر لنا هذا الشيء. شكرا. بسم الله. ما عرفتش شحال دقيقة ولا دير خليها ما عرفتش. صافي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على حبيبنا محمد وصحبه وسلم. الشباب في شهر التغيير، والكبار والصغار حينما يصومون فإنهم يجوعون ويظمؤون، وحينما يجوع الإنسان عن اختيار وليس إجباريا فإنه يربي نفسه على أن يتحمل كل حرب توجه إليه لتزحزحه عن ثوابته. قال تعالى: وقالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. حينما حوصر النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب كان المنافقون يقولون: حاصروهم، لا تبايعوهم، لا تشتروا منهم، لا تتزوجوا منهم. علاش؟ علاش؟ حتى ينفض الناس عن الإسلام. أن يساومونك بسلاح الغذاء وبالقروض من البنوك ويعطونها إياك شريطة أن تتخلى عن مرجعية الإسلام كمرجعية، على أن تعتمد مرجعية الكونية، على أن تتبنى نظرة الحرية الفردية كما تراها مقررات المؤتمرات الدولية، عولمة ما يسمى بالثقافة والفكر عن طريق إعطاء القروض. ولذلك يقول لك صوم وجوع، سيأتي يوم ستحاصر فيه ويستعمل الغذاء، يقول لك إما تكفر. ما مشي تكفر، ما بنا تكفر، تخلى أنا لأن لو توصل للكفر، إما تكفر وإما ما نعطيش. كده تكفر دوزام ما تغيرش، ستظل دوزام التي نموالها بجيوبنا، جيب من جيوب مقاومة التغيير. ولا يستطيع رئيس حكومة أن يقول لموظفة بسيطة في التلفزيون خسي، بل هي من تقول لا إنك لن تستطيع أن تفعل أي شيء، أنا صاحبة فلان وعندنا داري هنا النظام فرانكوفوني، وروح هذوك دفاتر التحملات روح بخر بيهم رامي الصرح إن شاء الله البزلو. ويقول موظف اللي هو مدير المركز السينمائي حينما أعطى الرخصة لتصوير ملكة جمال بلجيكا في حرم المساجد حسن الثاني، يقول علانية: أنا من أعطيتهم الرخصة، فأين وزير الاتصال؟ لا يستطيع وزير الاتصال أن يؤدب موظفا تابعا له. مشكلة، هذه مشكلة. ولذلك فرمضان التغيير يعلم الأمة
أن تتربى على الصبر وأن تفشل مخططات أعداء الأمة إذا أرادت أن تستعمل ما يسمى بسلاح الغذاء فتسومك عليه من أجل أن تتنازل عن ثوابتك. ثبات ثبات صبر صبر. قال إسماعيل عنية في الحصار: نأكل الزعتر والله أكبر ولا نركع إلا للرب الأعظم. ولو قال القائد إسماعيل: لن نعترف لن نعترف بإسرائيل وقد اعترف بها الكل. حاصروه جوعوه قتلوا حرب المواد الفسفورية اعترفنا غير بوجود هذا الكيان. لا اعترف. نحاصرك برا بحرا جوا نقتلوك الانفاق. لا لا يمكن ابدا ان نوقع على بياض وعلى شيك على بياض لاعداء الامة نتخلى من خلاله عن ثوابتنا. ان بن كيران وحكومة بن كيران هي افراز لشعب وجب على هذا الشعب ان يتغير. فبن كيران يمثل شعبا هذا حاله. 600,000 ينزلون الى السعيدية يتعرون وفي المشتى يجي زحمك في الصف الاول. شعب يلجأ الى البنوك الربوية ويدافع عنها. شعب يرضى بتعرية بناته ولا يرى في ذلك بأسا. شعب يحتاج الى تغير.